أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أتلوها للمسلمين. تضيء بذكر الرسول وتحيا بذكرى. والله المسؤول ان يشمل الامة المحمدية بعظيم نعمته وعليم رضا. وان يورثها الخير من سنة رسول الله. Dad.